هكذا تبدو للناظر مدينة شبام التاريخية، دمار وخراب طال أجزاء واسعة من بيوتها الأثرية نتيجة للانفجار الهائل الذي تبنته داعش. استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش بالقرب من الجهة الغربية من المدينة في الساعة الأولى من صباح أمس الأول. فقد استيقظ أبناء المدينة على سماع دوي الانفجارات القريبة جدا من سور المدينة وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين. أوقعت ضحايا في صفوف الجيش 17 قتيلا وإصابة آخرين وعشرات القتلى من عناصر داعش، وكذلك إصابات متفاوتة في المواطنين، وتعرض ما يزيد عن 40 بيتا للخراب. انفجار شديد، أول مرة نشوف زي هذا الانفجار، ما قد حصل يعني. والضرر البيت داخل عندك ضرار كثير يعني، والمنزل إلا وبابه نزل. أيوة، والجدار جدران حق البيت داخل في دار في الداخل الدار سقطت. إصابات عندي أنا، ما عندي أي إصابات، وإنما إصابات في بعض ناس اللي سقط زيادة في رأسه، واللي صابه من عود، واللي يعني في ناس ضرروا كثير. البيوت التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 500 عام لم تسلم، فقد تعرضت أجزاء واسعة منها للتدمير لقوة الانفجار الذي انتزع النوافذ والأبواب من أماكنها، وأيضا تسبب في انشقاق جدرانها وهو ما يهددها للسقوط في أي لحظة، ناهيك عن الأثر النفسي والخوف الكبير الذي حدثته الحادثة في نفوس المواطنين. وقام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش بتفقد مدينة شبام والاطلاع على حجم الأضرار التي أحدثها الانفجار، وبدوره استمع إلى مطالب المواطنين وهمومهم، وكانت أبرزها إبعاد النقاط العسكرية القريبة من المدينة، وكذلك تشكيل لجنة لحصر الأضرار وتعويض المواطنين. كلفنا الأخ الأمين العام والهيئة الإدارية بتشكيل لنا لحصر الأضرار الموجودة في البيوت ونتمكن إن شاء الله، ولكن كل همنا كان البشر الحمد لله ومرة سلم، أما الباقي يتصلح إن شاء الله. حضرموت البلد التي وصفت منذ القدم بالسلام، فقد نشر أجدادها الإسلام في مناطق واسعة من العالم، فأبناؤها اليوم يستنكرون العنف والتطرف بكل أنواعه. مطالب ملحة من أهالي مدينة شبام التاريخية بإبعاد النقاط والثكنات العسكرية حفاظا على هذه المدينة من الانهيار. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة شبام، حضرموت.